تفضل مشكورا. انت شيخ واسمك شيخ ما شاء الله. جمع الحمد لله الملك الديان منزل القرآن ولد عبد المقصود خليفة من جمهورية مصر العربية فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الصادق المصطفى الأمين. كيف لا والقرآن رفيقنا فيه، رتله وجودته حافظون له ومبدعون في تلاوته، جاءوا من مختلف البلدان يبتغون هذا الفضل العظيم. من أمة الضاد ليس الخير ينعدم ما لم تزل في هدى القرآن تعتصم، فهو الكتاب الذي أنواره صدعت وحصحص الحق وانجابت به الظلم. المتحصل على المرتبة الأولى في جائزة تونس العالمية هو زعما شكون؟ تعرفوا شكون؟ هو رشيد عبد بن عبد الرحمن بن حمزة العلاني من الجمهورية التونسية. مبروك إن شاء الله بمزيد من التألق والفلاح والنجاح. جائزة الثالثة حسن توك من جمهورية تركيا. حسن توك مبروك لك ولمشايخك ولجمهورية تركيا وبمزيد من حسن توك تحصل على الجائزة الثالثة. في المتحصل على الجائزة الأولى محمد أحمد فتح الله أحمد سليم من جمهورية مصر العربية. تقدمت إلى المسابقة الدولية التونسية في فرع التلاوة فرع الصوت، وهذه أول مشاركة لي في المسابقات الدولية، والحمد لله يعني أخبرت أني حصلت على المركز الأول في فرع الصوت، الحمد لله رب العالمين. والله المنافسة كانت حارة وشديدة بيني وبين إخواني الزملاء، ويعني وكل أدلى بدلوه بقدر ما فتح الله عليه وبقدر ما أعطاه الله، وهي مسألة توفيق من الله عز وجل، والحمد لله يعني على كل حال. وبمزيد من النجاح والفلاح مبروك لك وجزاكم الله عنا خير. الشيخ متين جقار. نمر بإذن الله تعالى إلى تكريم. ما شاء الله بارك الله في سنك وفي علمك وفي عمرك إن شاء الله.